طبعا العراق معروفين، أشرنا إلى الغيرة العراقية لا توجد مثيلها في لا في الدول العربية ولا في دول العالم. الغيرة العراقية على موضوع الإنساني، قبل أن يتحركون هذا شعب مسلم أو غير مسلم. نعم. الغيرة هي، وهذا ما تعلمناه من سماحة السيد السيستاني الله يحفظه، وفي البيانات التي صدرت الآن أو البيانات السابقة من حرب التي كانت على داعش وتحركت وكانت هبة عراقية في التطوع والتوجه إلى ساحات القتال للدفاع، دافعوا عن كل المحافظات التي كانت تتعرض إلى هجوم داعش، بدأ ابتداء من الموصل ووصولا إلى محافظة الأنبار وإلى الآن. كلمة بيان سماحة السيد السيستاني فيه فقرة هو تأمين احتياجات ورفع معاناة. نعم. وهي في ختام البيان، هو تأمين احتياجات ورفع معاناة. هذا بعث الغيرة العراقية أن تظهر مرة أخرى وتساند الشعب اللبناني الشقيق. قيادة المجلس الأعلى، هنالك حركة دؤوبة واجتماعات مكثفة. أستاذ مازن، أسألك كونك أحد المسؤولين على هذه المؤسسات التي تقف اليوم لمساندة الشعب اللبناني، طريقة جمع التبرعات والمواد التي سترسل إلى لبنان واستجابة وتعاون الناس مع هذه الحملة. نعم، كما تعلمون أن للمجلس الأعلى فروع في بغداد وجميع المحافظات، ونحن نعلم أن العراقيين كما أشرنا غيارة ويتحركون بمجرد أنه يسمعون هنالك جهة رسمية معتمد عليها موثوق بها تؤمن إيصال هذا التبرع وهذا الاحتياج يوصل إلى الشعب اللبناني. نعم. هنالك يعني كما تعلمون هنالك فروعنا في المحافظات بدأوا يتحركون إلى ومفاتحة الناس المتمكنين وكذلك مفاتحة التجار، وهنالك إقبال كبير على تبرعات. طبعا نحن مفتوحة أبواب المجلس، مفتوحة أمام المتبرعين 24 ساعة يعني خلال اليوم، وتليفونات أرقام هواتف كثيرة. نعم. نعم. والاتصالات لا تزال لغاية الآن يتصلون. ممتاز. بنا تأمين مواد عينية ومواد ومالية. نعم.